كليب رقم 5 في مساندة ودراسة متأنية لأرباء الرهبان، الرهبان دير أبو مؤار، أشعيا وفلتؤوس البقريين. نتكلم في جزئية محددة تماما في السيكولوجي، الجزئية المحددة دي تماما اللي احنا بنقول عليها الجلتنس. الجلتنس هي الشعور بالذنب، وفي حالة الشعور بالذنب يكون الأعراض المتواجدة على الشخص نفسه إن هو يكون زائغ العينين، غير مركز، مشوش في قراراته، مشوش تماما في إجاباته. ده الأعراض بتاعته. لكن الشخص الذي يقول الحقيقة تكون عيناه مطمئنة مستقرة، ليس فيها زغوغان. وهذه الجزئية رأيناها بأم أعيننا في كل الفيديوهات لفلتؤوس المآري وأشعيا المآري. بالعكس هم كانوا مركزين بالرغم الضعف الجسد الواضح عليهم، بالرغم التعذيب اللي حصل ليهم، ولكن مركزين تماما. لم يكن هناك زواغين في الأعين، لم يكن هناك عدم استيعاب للأمور، لم يكن هناك تشويش، لم يكن هناك رنة حزن أو نوع من الدبريشن أو جزئية الجلتنس أو التعذيب الضمير. وده كان واضح من البادي لانجوج، وهذا البادي لانجوج والفيديوهات عرضت على أخصائيين في الانفستيجيشن وعلم الجريمة، وأيضا سيكولوجيست وعلماء أو خبراء في علم النفس، وأقروا أنه المستحيل أنه هؤلاء الآخرين يكونوا بيمر بهذا الأمر، إنما حاضرين الذهن غير زائغين الأعين. وده يخلينا إن احنا نقرأ البادي لانجوج بتاعتهم ويستقر رأي المحكمة على براءتهم أو على رأينا على الأقل نشعر بالبراءة تجاههم تماما. الكليب رقم 6 هنتكلم فيه على جزئية أخرى في يعني رجوعا في الأداة الجريمة المستخدمة، والفيديو اللي احنا شفنا فيه ورأينا فيه ان في احد الاشخاص بيعطيهم اوامر اين يضع المادة، الى رقم كليب رقم 6. شكرا.